إنك تكوني أم بس مش مزوجة، هل هالشي ممكن بلبنان؟ الجواب هو نعم ممكن، وبتقدر تسجلي طفلك اللي أنجبتيه خارج إطار الزواج وبحق له ياخد الجنسية اللبنانية إذا كان الأب لبناني وثبتت أبوته، أو إذا كنت أنت لبنانية والأب كان مجهول الهوية. يمكن كتار منكم يتساءلوا كيف طفل المرأة اللبنانية اللي متزوجة من أجنبي ما بياخد الجنسية اللبنانية، بينما طفل الأم العزبة اللبنانية بياخد الجنسية إذا كان الأب مجهول. يعني مثل كأن عم بيقولولنا غير ما يكون الأب غايب ومش معروف ما فيكن تمارسوا حقكن بإعطاء الجنسية، وبس يصير الأب معروف تنسحب منكن هالصلاحية الاستثنائية. إذا صار عندك طفل خارج إطار الزواج لازم تعرفي أنه المسار القانوني لتسجيله رح يكون معقد أكتر. تقدر ترفع دعوى قيد لتثبت أبوة رجل لطفلك وتطالبي بمسؤولياته اتجاهه، وإذا تثبتت أبوته بتسجل على اسمه. وإذا كان الأب مجهول الهوية بتقدر تسجل المولود على اسمك، فبيحمل اسم العيلة اللي حملتيها من بيك. بس انتبهي، ممكن يتحقق معك بشكل مفصل حتى يتم التأكد من إنه الأب فعلاً مش معروف، وتنسألي أسئلة شخصية بتدخل بحياتك الخاصة. للأسف بلبنان بعدهم بيوضعوا إشارة مولود غير شرعي على وثيقة الولادة، بس النقطة الإيجابية بالموضوع إنها ما رح تبين على أوراق الطفل الثبوتية. وأهم شيء أنت لازم تعرفيه، إذا كنت أم مزوجة أو مش مزوجة طفلك شرعي وأمومتك شرعية. وإذا كنت واحدة من الأمهات العازبات وحابة تشاركي قصتك، راسلينا على صفحة درج على فيسبوك.